بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في أشواط هذا اليوم. انطلاقة شوطنا العاشر على بركة الله، شوطنا الخاص بالإذاع الأبكار المهجنات، ليتابع هذه الأسماء، ليتابع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الفوز، الباحثة عن التحدي في هذه اللحظات. أول المراكز أجد في هذه اللحظات سعفح على المركز الأول، أحمد بن حميد بن دويس الشامسي على مقدمة الشوط يقدم لنا سعفح في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني تجاذيب على المركز الثاني، سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يتقدم ويصل بانطلاقة تجاذيب المركز الثالث، شعاري بن كداس الرميثي يصل يهاجم ويتقدم في هذه الأثناء بانطلاقته وحضوره في هذه اللحظات مع عذية خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي. المركز الرابع القادمة هي كادي محمد بن مبارك بن عثيث العامري يتقدم ويصل في هذه اللحظات بانطلاقة كادي المركز الخامس. أتابع القدوم، أتابع الوصول، وصلت فعايل في هذه اللحظات، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الخامس، يا سلام يصل المجازف ويتقدم. المركز السادس هذا شعار بن غصنة يتقدم بانطلاقة خيرة، صالح بن حمد بن سعيد بن غصنه العامري يصل يهاجم على المركز السادس. المركز السابع وصول وقدوم من الظن، سيد بن غصاب راعي الطير العامري يتقدم ويصل بانطلاقة في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز الثامن بن كردوس وشعاره المميز قادم بانطلاقة نجود كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري. أتابع القدوم والوصول، الهجوم في هذه اللحظات من شديد، أحمد بن ناصر بوغبي المنصوري يصل ويتقدم في هذه اللحظات، ينضم لهذه الأسماء قادم هو على المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصول وقدوم هجوم في هذه اللحظات من روعة، سالم بن محمد بن سالم العفاري يتقدم ينطلق ويهاجم بروعة. هذه الأسماء، هذه الشعارات، المراكز العشر الأولى والنداء الأول انتهى، انقضى. يا من تتابع، يا من تساير هذه الأسماء، هذه الشعارات المنطلقة في هذه اللحظات، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة، حيث اندفاعت، حيث حضور كادي، كادي على المركز الأول. محمد بن مبارك بن عثيث يتقدم العامري، ينطلق بكادي، ولكن بن دويس، بن دويس قادم بانطلاقتي اسعف على المركز الثاني، أحمد بن حميد بن دويس الشومسي خطير بانطلاقه وبحضوره، بينما بن كداس الذي يقدم المستويات الكبيرة والذي يقدم العطاءات الكبيرة بشعاره قادم مع عذية، عذية، عذية خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي على المركز الثالث. المركز الرابع وصلوها للمرموم ليتقدمون وينطلقون بشعار بن عمهي على المركز الرابع، وتجاذيب اسم خطير، شعار خطير، شعار بن عمهي وانطلاقات تجاذيب مميزة. والمركز الخامس فعايل، فعايل، وصل المجازف، وصل بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون.
المهيري يتقدم بانطلاقة فعايل، بينما بوكبي على المركز السادس يهاجم بانطلاقة وبحضور شديد أحمد بن ناصر بوكبي المنصوري والكيلو متر الأخير. دخلنا أجواء وسعيد بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري قادم بانطلاقة بحضور شعاره باندفاعات الظن 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 الظن، ولكن وين بن عمهي وين بن عمهي وين مع الفوز مع الانطلاق مع تجاذيب على المركز الأول القادمون الواصلون المتحركون بن زيتون وبن كداس وراعي الطير. راعي الطير قادم قادم، وأيضا وصول المسج أحمد بن حران بن حميدان، ولكن بن عمهي بن عمهي انطلق يا راعي تجاذيب، روح إلى الفوز إلى الانتصار. شعار من الشعارات القوية من الأسماء القوية بن عمهي، وحضوره دائما مميز انطلاقاته دائما كبيرة. تجاذيب تجاذيب سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، سلامي عليك يا بن عمهي، سلام سلامي عليك يا راعي تجاذيب. هذا هو المستوى، هذا هو الانطلاق، وإلا فلا يا بن عمهي. سلام بن عمهي سلام على هذا الانتصار. سالم بن عامر بن عمهي المنصوري المركز الثاني، الظن حضرت بالمركز الثاني بشعار سعيد بن غصاب راعي الطير العامري، المركز الثالث فعايل محمد بن عتيق بزيتون المهيري، والمركز الرابع بن حميدان على المركز الرابع حضر بانطلاقة شعاره مع المسج حميد بن حرام بن حمد بن حميدان، والمركز الخامس وصول وانطلاقة على المركز الخامس هزر علي بن جميل الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهانينا والناموس لك يا راعي تجاذيب. هذه لحظات وصوله 7 دقائق 34 ثانية، جزئين اثنين من الثانية. سالم بن عامر بن عمهي المنصوري يظهر في هذا اليوم بظهور الكبار، مشكور يا راعي تجاذيب مشكور. المركز الثاني الظن على المركز الثاني، التوقيت الزمني لحظات وصوله 7 دقائق 37 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. سعيد بن غصاب راعي الطير العامري المركز الثالث فعايل، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري حل بالمركز الثالث 7 دقائق 38 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.